طيب غادة، ألو، السلام معانا عليكم. غادة. وعليكم السلام، أهلا غادة، بعد إذن حضرتك برضو أنا عايزة أخد رأي حضرتك في حاجة. اتفضل. أنا اتجوزت من 13 سنة من إنسان وراني كل أنواع العذاب وكل يعني الضغط النفسي اللي تتخيليه في الدنيا، من إهانة وضرب وشك وكل حاجة تتخيليها. طيب من 13 سنة كان من عندك ساعتها كام سنة؟ كان انا دلوقتي حاليا عندي 42 سنة. ماشي، اوكي. المهم ان انا خلفت بنتين، خلفت بنتين توأم. البنات كمان اتعرضت لنفس الحاجات اللي هي بتشوفني وانا بتضرب طبعا. وهم بيه. طبعا احنا كل اثناء ال 13 سنة كل ما اجي اطلب الطلاق يتقال لي الو، ايوه سامعاكي سامعاكي. كل ما اجي اطلب الطلاق يقول لي لا انت اكيد بقى شفتي حاجات لا تتوقعيها ولا تتخيليها. يعني شك، شك مش غيرة، شك. المهم كنت ساكته وقاعده علشان خاطر بناتي، بس وصلت لمرحله ان انا ما بقيتش قادره استحمل حتى ان احنا نسمع صوته، ولا ان هو يعني حتى ايه، بصي يعني نشوفه كده. فصممت وانا ما عنديش اخوات رجاله، في ناس كبيره في الشارع حكمت لان الناس شايفانا بنمر بايه، فحكموا عليه ان هو يطلقني واتطلقت. فمن يوم ما اتطلقت هو رافض ان هو يصرف علينا ولا هو يعمل لي بقالك قد حوار، ايه متطلقة؟ بقالي كده حوالي 6 شهور. طيب رافض ان هو يصرف علينا وانا طبعا مريضه نفسيا وجسديا وكل حاجه، والاولاد مش عارفين يواجهوا المجتمع ولا يعيشوا في وسط الدنيا. طب هو رافض خالص ان يا اما نرجع يا اما من ما مش ما فيش مصاريف. البنات، البنات عندهم كام سنة دلوقتي؟ 12 سنة. طب جربتي تشتغلي قبل كده؟ مش بعرف انا تعبانة جدا، اولا عندي ورم في الرحم، نفسيا السلام عليكم. متدمرين، مش بنعرف نواجه المجتمع خالص بسبب اللي احنا شفناه. فانا بس عايزة اسأل حضرتك سؤال، حل في مشكلتي ان انا فعلا الست لازم ترجع تعيش تحت ضغط الراجل، الاهانه وكل ده، علشان تاكل وتشرب وانا ما عنديش اي دخل مادي خالص، والدي راجل معاق مشلول وما عنديش اخ ولد ولا عندي اي حاجه، ومش عارفه اشتغل بسبب مرضي وبسبب اللي انا فيه، هل ارجع لازم الست تعيش في الضغط ده علشان خاطر العيال تاكل وتتربى، وخاصه ان هم بنات مش ولاد، ولا ازاي الحياه؟ مين ادى الراجل ان هو الحق انه يخش حياه الست يدمرها وفي الاخر يقول لها يا اما ترجعي يا اما مش هصرف عليكي؟ بس طيب ماشي ماشي غدا، ماشي، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب بس انا اصلا بحط نفسي دايما مكان اللي بيسالني، يعني انا مكانك انت يا غاده، انا اسفه، يعني انا اسفه اسفه، هو محدش اداله الحق ان هو يعمل كده، ومحدش، هو غلط، احنا متاكدين ان هو غلط. ولكن انا برايي، انا عارفه ان في ناس دلوقتي ممكن تزعل مني، يعني انا لو عندي بنتين وعندهم 12 سنه وهما، يعني انتي استحملتي 12 سنه، اعتقد ان انا هنا مش هفكر في نفسي، انا هنسى نفسي وهستحمل. لو انتي زي ما بتقولي ان انتي مش قادره خالص ان انتي تشتغلي او يكون ليكي مورد يعني من المال، ولكن انا بفكر انه هنسى نفسي، وزي ما انا جيت على نفسي 13 سنه انا ممكن استحمل شويه، والبنات يبقى عندهم 18 سنه، عشان برضو البنات يبقوا قادرين ان هم يخلصوا دراسه ويشتغلوا. يعني ده حل مؤقت، هو ممكن يبقى 5 6 سنين، وانا عارفه في ناس كتير دلوقتي هتلومني، ولكن الفكره ان انا استحملت، يعني انا عديت الكتير اللي هو ال 13 سنه، فانا ممكن اجي على نفسي. او الحل التاني، طالما هو صعب كده للدرجه دي، لا، يعني ممكن انا استلف او اعمل اي حاجه في الوقت اللي انا فيه، انا كساره ممكن اعمل كده، اعين نفسي الكام شهر دول، واقف على رجليا واشتغل، وربنا ما يحوجني لاي حد ولا ليه هو اصلا. والبنات كده كده هم شايفين كل حاجه بتحصل، فهم طبيعي ان هم هيقدروكي وهيكونوا معاكي وهيسندوكي اول ما يقدروا ان هم يشتغلوا ويقفوا على رجليهم. من 18 سنة في نقدر نشتغل، انا اشتغلت وانا عندي 18 سنة عادي، انا كنت في الجامعة اول سنة جامعة وكنت بشتغل، ودي بتحصل كتير قوي. فاحنا في حل من الاتنين، يا اما هنستحمل الكام سنة دول، يا اما هنستحمل الكام شهر دول لغاية ما تقدري ان انت تقفي على رجليكي وتساعدي نفسك حتى لو في البيت تشتغلي. غير كده مش هعرف ان انا اديكي حلول، عشان
الموضوع باين يعني، واضح من كل الجهات، فاهماني؟ مفيش اوبشنز كتير، مفيش خيارات اكتر من كده. يا اما ارجع واستحمل، يا اما هستحمل الكام شهر دول واشتغل في البيت، ما اخرجش من البيت، اشتغل في البيت لحد ما اقف على رجلي على ارض صلبه واقدر ان انا اواجه واقول انا عايزه ايه ومش عايزه ايه، وجهة نظري. وانا افضل اللي لا، الخيار التاني اللي هو انا مرجعلوش، واحاول ان انا اقوي نفسي واقف على ارض صلبة زي ما بقولك. ربنا يكون في عونك والله.